أهلا بكم في استوديو الآن. قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إن روسيا لن تنشر صواريخ جديدة طالما تحلت الولايات المتحدة بضبط مماثل للنفس في أوروبا وأسيا، وذلك بعد انسحاب واشنطن من معاهدة الأسلحة تعود للحقبة السوفيتية. كانت الولايات المتحدة انسحبت رسميا من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى مع روسيا هذا الشهر بعدما اتهمت موسكو بانتهاكها ونشر نوع محظور من الصواريخ وهو ما ينفيه الكرملين. للحديث عن العلاقات الأمريكية الروسية وإلى أي مدى ذهبت معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى بعد انسحاب الولايات المتحدة منها، ينضم إلينا جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. أهلا أستاذ جميل. أهلا بحضرتك. طيب يعني لمحة سريعة عن منحى العلاقات الأمريكية الروسية في عهد ترامب وبوتين، ثم نتحدث بمزيد من التفاصيل عن معاهدة الصواريخ متوسطة المدى. هو بالطبع في الوقت الحالي العلاقة الروسية الأمريكية هي مرحلة فرض للنفوذ، كل دولة والأخرى تسعى أنها يكون ليها نفوذ أكتر في على مستوى العالم وعلى وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط وفي المنطقة، بالدليل أن روسيا نشرت أسطولها في البحر المتوسط، روسيا بتلعب دور كبير جدا في سوريا ولها قواعد بحرية هناك والعديد من وتحالفاتها مع إيران وتحالفاتها مع سوريا وتحالف كل ده بالطبع ضد توجهات الولايات المتحدة والصين طبعا وبالطبع الصين طبعا. هي الصين دولة من القوى الفاعلة في النظام العالمي، وأيضا خلي بال حضرتك إن الولايات المتحدة الأمريكية كانت ترغب منذ فترة طويلة أنها تكون القوى الفاعلة الوحيدة في العالم كله، لكن في الوقت الحالي طبعا روسيا عادت بناء نفسها مرة أخرى بعد حتى أنه اقتصاديا هي لا ترغب بوجود منافس، يعني ليس فقط في القضايا الإقليمية وأن تكون قوة فاعلة ولكن حتى اقتصاديا يعني. بدليل ما تفعله مع الصين وما تفعله مع روسيا. روسيا قوة فاعلة قوية أثبتت أنها لها الكلمة في العديد من المواقف وفي العديد من ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط على مستوى العالم كله. نصرتها لبعض القضايا أو وقفها لبعض القضايا المخالفة للرأي مع الولايات المتحدة الأمريكية جعلت أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تضع روسيا أمامها لفرض عقوبات على روسيا، محاولة فرض نفوذ أكثر، محاولة استمالة العديد من دول العالم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولا ننسى الدور الفاعل الذي لحلف شمال الأطلنطي اللي بتقوده الولايات المتحدة الأمريكية وضم العديد من دول اللي احنا كنا بنسميهم زمان اللي هو أعضاء حلف وارسو قبل انهيار الاتحاد السوفيتي، ضم العديد من الدول للوصول إلى الحدود الروسية لمنع نشر أي صواريخ أو نشر أي قوات روسية وتهديد أكبر للأمن الروسي. إذن يعني العلاقات بشكل عام هي علاقات متوترة وشد وجذب بين البلدين رغم يعني لقاء الزعيمين أكثر من مرة. بالنسبة لانسحاب الانسحاب الأمريكي من الاتفاقية، ماذا يعني هذا؟ وهل الرواية الأمريكية صحيحة في رأيك؟ يعني مسألة أن روسيا هي التي بدأت وروسيا هي التي استخدمت أو يعني كان لها إجراءات مخالفة للاتفاقية. هو خلي بال حضرتك أن في عدد من الاتفاقيات تم بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا منذ أول الاتحاد السوفيتي منذ في سبعينات القرن الماضي، اللي هي اتفاقيات الصواريخ المتوسطة بعيدة المدى ثم الاتفاق النووي سنة 87. لكن أنا عايز أوضح نقطة مهمة جدا اللي هي الاتفاقيات النووية أو ما يتم بين الدول في المجال النووي. أي دولة تمتلك سلاح نووي فهو سلاح رادع. سلاح رادع بمعنى إيه؟ إنه لا يمكن استخدام هذا السلاح ضد أي دولة كانت، يعني ما ينفعش الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم سلاح نووي ضد روسيا لأن روسيا تمتلك أيضا سلاح نووي. هذا السلاح هو سلاح رادع، ولكن الحد من امتلاك تلك الدول أو أي دولة للصواريخ أو الرؤوس النووية
أو صناعة الصواريخ التي تصل اللي هي بعيدة المدى، يعني في صواريخ روسية استطاعت إنها تصل من تضرب الولايات المتحدة الأمريكية من البحر، لأن الاتفاقية بين روسيا وبين الولايات المتحدة عدم نشر صواريخها على الأراضي البرية، لكن مش موجود فيها إنها يكون في قواعد بحرية أو من الغواصات النووية أو الفرقاطات أو المدمرات أو خلافه، نعم. فقادرة على ضرب الولايات المتحدة الأمريكية لأنها تمتلك صواريخ أسرع من الصوت ب9 مرات. فالسلاح النووي هو سلاح رادع زي ما قلنا، ولكن الحد من امتلاك أي دولة لسلاح نووي هو ده اللي بيبقى الأغلب الأعم، وعدم امتلاك صواريخ قادرة على الوصول إلى دول إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الحليفة لها اللي هي الدول الأوروبية بشكل عام أو دول أعضاء في حلف شمال الأطلنطي. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية هي بتسعى للضغط على روسيا. بالانسحاب من هذه المعاهدة وإعلان أن روسيا تمتلك صواريخ أو تمتلك سلاح نووي جديد أو أنها خرقت الاتفاقية. كل ده ضغط على روسيا من أجل الحصول أو من أجل عقوبات جديدة تنفذ على روسيا، زي ما احنا عارفين في عقوبات عديدة على روسيا، الضغط على روسيا وانها تنفذ عقوبات على روسيا. لكن في الواقع العام محدش عارف الرواية الصحيحة من الرواية الخاطئة، لكن كل دولة بتسعى أو الولايات المتحدة الأمريكية بتسعى انها تقود من الدور الروسي في على مستوى العالم في الوقت الحالي، وايضا روسيا بتسعى بكل ما اوتيت من قوه انها تعيد الدور الاتحاد السوفيتي السابق او تعيد دورها القوي وانها تصبح قوه فعلا. انا شايف ان في عوده للحرب البارده بين الولايات المتحده الامريكيه وبين روسيا مره اخرى. ولو نتذكر طبعا في ستينيات القرن الماضي لما كان في ازمه الصواريخ ايضا النوويه بين روسيا وبين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة في كوبا، لما الولايات المتحدة الأمريكية نشرت صواريخ في العديد من الدول الأوروبية، صواريخ تحمل رؤوس نووية، الاتحاد السوفيتي نشر صواريخه في كوبا، وكانت أزمة كبيرة بين الدولتين وبداية الحرب الباردة. طيب أستاذ جميل، يعني التصريح الخاص بوزير الدفاع اللي يمكن احنا قرأناه في طبعا في سياق الخبر، مسألة انه روسيا لن تنشر صواريخ جديدة ما دامت الولايات المتحدة ملتزمة بضبط النفس في أوروبا وآسيا، يعني ماذا يعني هذا التصريح؟ هل هذا موقف روسي؟ هو بالفعل موقف روسي، وانها لن تنشر صواريخ جديدة، ولكن روسيا تمتلك صواريخ نووية، صواريخ محملة برؤوس نووية على غواصات وعلى زي ما قلت لحضرتك في البحار المدمرات والفرقاطات، لكنها لن تنشر صواريخ برية مرة أخرى. هو محاولة من روسيا انها للولايات المتحدة الأمريكية، ان الولايات المتحدة الأمريكية تظهر حسن النوايا مع الجانب الروسي. هل الجانب الأمريكي ممكن يقوم بهذا؟ أعتقد في الوقت في الوقت الحالي ما يعني هي صراع بين دولتين على قيادة العالم أو أن يكون في دور كبير لأي دولة فيهم، لكن أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستلتزم بضبط النفس في الوقت الحالي. طيب ما دائما ما يقال أنه فكرة تحجيم القوى النووية أو تحجيم السلاح النووي، ودائما ما تقول هذا الولايات المتحدة يعني عندما تقوم بمثل هذه الإجراءات، هل كان الهدف من وراء الانسحاب هو بالفعل مسألة تحجيم القوى النووية لروسيا، أم كما ذكرت حضرتك فكرة الضغط على الجانب الروسي لتقليل دوره في المنطقة؟ لا، هو ضغط على الجانب الروسي، لأن خلي بال حضرتك أنه يعني ما فيش دولة تمتلك سلاح نووي هتتوقف عن إنتاج السلاح النووي، لكن هي عدد الرؤوس التي تمتلكها اللي هي محملة. وبعدين الأهم من الامتلاك السلاح النووي وسائل إيصال السلاح النووي زي الصواريخ اللي هي بعيدة المدى ومتوسطة المدى أو قصيرة المدى، اللي هي قادرة على حمل رؤوس نووية وقدرة تفجيرية لهذا الصاروخ، هي دي الأهم من امتلاك السلاح النووي. فالولايات المتحدة الأمريكية هي بتضغط مش على تنفيذ أو وجود سلاح نووي، لا، هو وجود صواريخ قادرة
على حمل الرؤوس النووية لضرب أو لتهديد. احنا مش هنقول ضرب لأن هو ما فيش دولة تمتلك سلاح نووي هتستخدم السلاح النووي، لكن هي تهديد لدول أوروبا أو تهديد للولايات المتحدة الأمريكية أو مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في العديد من الدول. طيب، ونتيجة انسحاب الولايات المتحدة من هذه الاتفاقية، اتفاقية القوى النووية، هل سيؤدي إلى مسألة يعني ما يقال عن سلاح نووي متعدد الأطراف، أو فكرة أنه لا يوجد اتفاقية تلزم هذه الدول النووية بحد معين أو بإجراء معين، عواقب هذا يعني؟ هو بالطبع هيكون هناك سباق للتسلح، سباق للتسلح بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها اللي هو دول أوروبية ودول حلف شمال الأطلنطي، والجانب الروسي منفردا. خلي بال حضرتك إن الولايات المتحدة الأمريكية عندما تتحرك ما تتحركش لوحدها، هي بتتحرك مع حلف حلفاء شمال الأطلنطي اللي هو به العديد من الدول، وزي ما قلت لحضرتك انه هو وصل لغاية الحدود الروسية، فهو بيهدد بشكل مباشر الامن القومي الروسي. وروسيا بتعمل بمفردها، كان لها العديد من الحلفاء ولكن ليسوا بقوة الولايات المتحدة الأمريكية وليسوا بقوة حلف شمال الأطلنطي. لذا روسيا بتسعى بكل الطرق انها تكون لها الكلمة العليا، مش الكلمة العليا على تلك الدول، لكن تكون في توازن بين القوة الأمريكية وحلفائها وروسيا منفردة. طيب، بعض المحللين بيشيروا إلى فكرة وجود علاقة بين انسحاب الولايات المتحدة والصين مثلا بطريقة غير مباشرة، كيف تؤثر أيضا على الصين؟ هل تستهدف الولايات المتحدة الصين في جزء من الانسحاب أو في جزء من مسألة سباق التسلح وأخذ موقف من الجانب الروسي؟ هو بالطبع الصين دولة في الوقت الحالي، طبعا هي الصين تمتلك سلاح نووي، تمتلك صواريخ قادرة أيضا على الوصول، حمل الرؤوس النووية، وأيضا غواصات وفرقاطات ومدمرات كلها تعمل بالطاقة النووية وقادرة على الوصول إلى أهدافها بشكل سريع جدا. زي ما بقول لحضرتك، هو في الوقت الحالي هو صراع على من تكون له الكلمة العليا على مستوى العالم، من تكون القوة الفاعلة سياسيا واقتصاديا وعسكريا بكل الأشكال. طبعا في الصين هي قوة صاعدة بشكل قوي جدا، قوة اقتصادية وقوة عسكرية، يعني هي دائما يعني تتحدى الولايات المتحدة الأمريكية في كثير من الأمور بالطبع. وفي كثير من يعني حتى تحدت العقوبات هي تحدت العقوبات الاقتصادية وتحدت أي عقوبات ليها، لأن هي دولة فاعلة ودولة قوية، دولة منتجة، اقتصادها قوي جدا، تمتلك قدرة عسكرية قوية، صاحبة نفوذ في منطقتها بشكل كبير جدا، بتسعى انها يكون ليها ترتيبات، ان يكون ليها رأي في اي ترتيبات تحدث في على مستوى العالم او في المنطقة المحيطة بها بشكل كبير. لكن الولايات المتحدة الامريكية دائما وابدا ما تسعى ان تكون القوة الفاعلة، يعني مش نقدر نقول الوحيدة الولايات المتحدة الامريكية، لكن ان هي بتسعى الى الضغط، دائما تضغط على الصين وتضغط على روسيا وتضغط على الدول الصاعدة في الوقت الحالي. هناك شروط معينة في مسألة الاتفاق أو مسألة تطوير الأسلحة النووية وتطوير الصواريخ لا تلتزم بها الصين؟ ربما البنتاغون في سبق وزارة الدفاع سبق وقالت هذا، وقالت أنه ترامب من المفترض أنه يواجه هذا التطور من جانب الصين للأسلحة النووية. هو بالفعل الصين بتطور من أسلحتها بشكل كبير جدا، الصين بتطور من أنظمة النووية وأنظمة التسليح والصواريخ والمعدات العسكرية الخاصة بها بشكل كبير جدا. الصين زي ما بقول لحضرتك هي قوة كبيرة في المنطقة، تسعى إلى الامتلاك القدرة العسكرية القوية بجانب القدرة الاقتصادية القوية، لأن القوة العسكرية والقوة الاقتصادية يجعل من الدولة دولة قوية، دولة فاعلة، دولة لها كلمتها ولولا لها نفوذها في محيطها الإقليمي وأيضا على مستوى العالم. فلهذا السبب تسعى الولايات المتحدة إلى الضغط على الصين، لكن على الجانب الآخر الصين لا تلتفت إلى أي ضغوطات أمريكية أو أي ضغوطات من أي دولة في العالم، زي ما بقول لحضرتك، لأنها تمتلك القدرة العسكرية والقدرة النووية والقدرة الاقتصادية. طيب، فيما يخص
مسألة التسلح أو السباق على التسلح اللي حضرتك ذكرتها في سياق حديثك، بأنه مسألة البعد عن الاتفاقات أو البعد عن ما تم إبرامه بين الدول، هذا بيؤدي إلى مسألة سباق على التسلح كما ذكرت حضرتك. ما خطورة هذه المسألة حتى وإن لم يتم استخدام السلاح النووي؟ يعني حتى لو كان السلاح النووي لا يستخدم وهو فقط رادع ومسألة يعني تحذيرية، لكن هناك بالطبع خطورة في مسألة السباق على التسلح. كل دولة الآن ستريد أن تصعد وتطور من أسلحتها النووية، وهذا يعني هي مش من أسلحتها النووية فقط، ولكن من أسلحتها المختلفة، وخاصة الصواريخ زي ما بقول لحضرتك اللي قادرة على حمل الرؤوس النووية. الصواريخ دي بيتم تطويرها بشكل يومي، زي ما بقول لحضرتك إن روسيا تمتلك صواريخ أسرع من الصوت 9 مرات. إذا يعني في تطور رهيب. على الجانب الآخر ستجد الولايات المتحدة الأمريكية، والكلام ده قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال إن إحنا نمتلك صواريخ ليست موجودة في عند الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي أسرع من الصوت 9 مرات. إذا أيضا الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بصناعة أو تطوير صواريخها لتصل إلى أسرع من الصواريخ الروسية، بجانب أنظمة الدفاع الجوي المختلفة. هنا في أنظمة دفاع جوي قادرة على إسقاط تلك الصواريخ من على مسافات بعيدة، أو يعني سيتم تطوير السلاح بشكل كبير جدا. تطوير السلاح بشكل كبير مش هيقف عند الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، ولكن على حلفاء الدول دول من صناع السلاح، زي الدول الأعضاء في حلف الناتو التي تصنع السلاح، وأيضا الصين على الجانب الآخر. الحليف الروسي ستقوم بزيادة سباق التسلح. كل سباق التسلح ده بيضر بشكل كبير على الدول واستنزاف لقدرات الدول دي، وأيضا الدول دي بتسعى إلى فرض نفوذها في مناطق ضعيفة نوعا ما زي مناطق الشرق الأوسط. كل دولة بتسعى أن يكون لها كلمة، أن يكون لها قوات، أن يكون لها تسليح، أنها تزود تلك الدول بالأسلحة، زي ما شفنا في صراع بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين على الاس 400 وطائرات الاف 35. إذن في سباق التسلح ده بيؤدي أيضا إلى صراع بين دول صغيرة بينها وبين بعض بتسعى إلى امتلاك السلاح، يا إما سلاح روسي، يا إما سلاح أمريكي، يا إما سلاح صيني. كل ده بيؤثر على السلم والأمن الدولي. مسألة السلاح أيضا يعني ظهرت في أزمات بيختلف عليها البلدين. مثلا في أزمة فنزويلا حضرتك أكيد متابع أنه هناك تعاون عسكري، وكان هناك اتفاقية لتبادل السفن البحرية بين فنزويلا وروسيا مؤخرا، وكان هناك يعني تحدي او شبه تحدي لقرارات وإرادة الولايات المتحدة فيما يخص فنزويلا. الى اي مدى حضرتك ترى بمسألة انه حتى هذه الصراعات يعني وصلت الى بلاد ووصلت الى اماكن وملفات يختلف فيها البلدان؟ ما انا زي ما بقول لحضرتك ان من في ستينيات القرن الماضي لما روسيا او حصل سباق تسلح بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي ونشر صواريخ أمريكية في أوروبا، جت روسيا إلى كوبا ونصرت صواريخها في كوبا، وكانت أزمة خطيرة. الولايات المتحدة الأمريكية لها العديد من في دول كثيرة في أمريكا الجنوبية ودول ملاصقة ليها على اختلاف في توجهات الولايات المتحدة الأمريكية، ولهذا السبب روسيا بالطبع تقيم معهم علاقات متوازنة في الوقت الحالي. فأعتقد أن تلك الدول يعني ستفتح أراضيها لأي مثلا نشر للصواريخ أو أي وجود قوات روسية، في تحدي طبعا للولايات المتحدة الأمريكية. الصراع قوي، صراع زي ما قلت لحضرتك في الأول هو صراع نفوذ بين الدول لتكون كل دولة منهم القوة الفاعلة في المنطقة. لكن في النظام أنا شايف النظام العالمي الجديد ما فيش فيه حاجة اسمها قوة وحيدة فاعلة في بالتأكيد يعني هذا ما لا تدركه الولايات المتحدة. يعني في مثلا القوة الفاعلة لو شفنا في النظام العالمي اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، هتلاقي الولايات المتحدة، هتلاقي روسيا، هتلاقي الصين، هتلاقي اليابان، لأن مش شرط انها تكون قوة. الاتحاد الأوروبي مكتمل، في شركات متعددة الجنسيات هي قوة فاعلة في النظام، مش شرط ان هو يكون قوة عسكرية، لكن هي قوة اقتصادية ايضا. القوة الاقتصادية بتؤثر بشكل كبير جدا على العديد من الدول.
وبتكون ليها تأثير قوي ومباشر على تلك الدول، مش امتلاك السلاح فقط أو امتلاك العدد مهول من الرؤوس النووية هي بتكون بها قوة فعلا، لا. وزي ما شفنا احنا حتى في الوقت الماضي ان الولايات المتحدة الامريكية في علاقتها مع ايران او في تهديدها الكبير لايران دولة زي ايران، ولكنها خشت انها تدخل في صراع مع صحيح. ايران. وكان هناك يعني تصريحات كثيرة لترامب في هذه المسألة بالطبع. تحديدا، والموضوع انتهى يعني على انه حتى الان ما زالت هناك مفاوضات وما زالت وحتى لازال في طيب. تصريح كان لترامب صباحا قال ان في ان ايران بتسعى الى الحوار مع الولايات المتحدة الامريكية. طيب. يمكن نشهد يعني حوار في الفترة القادمة بالطبع. يعني لا أحد يعلم طبعا، وهذا حال السياسة بشكل عام. كيف من الممكن أو يعني قبل الحديث عن مسألة التوافق في بين القوتين يعني، ولكن أستاذ جميل بترى أنه أي إلى أي كفة بتميل يعني، أو بترى بأنه هي الدول الأقوى إذا ما أخذنا ليس فقط مسألة التسلح ولكن بشكل عام وبالنظر الى الحلفاء لكل بلد؟ يعني نحن هنا نتحدث عن عندما نتحدث عن روسيا نتحدث عن الصين ونتحدث عن دول اخرى في هذه المنطقه ككوريا الشماليه مثلا، هناك ايضا يعني مشكلات بينها وبين الولايات المتحده الامريكيه، في حين انه الولايات المتحده لديها حلفاء ولكن حلفاء الان يعانون من ازمات اقتصاديه، هناك بعض المشاكل يواجهها الاتحاد الاوروبي، بريكزيت واوضاع اقتصاديه، يعني اي الطرفين ترى بانه الاقوى الان؟ هو ما يعني ما بتتحسبش الاقوى بمعنى الاقوى تسليحا او الاقوى، لا، هو الاقوى بالقوه الشامله للدول اللي يعني الولايات المتحده الامريكيه ودول حليفتها وروسيا والدول المناصره ليها او التي تقف بجانبها. فانا شايف لازالت كفه الولايات المتحده الامريكيه بقوه هي التي تغلب، لان هي تقود حلف شمال الاطلنطي. حلف شمال الاطلنطي فيه اكثر من 27 دوله، دول احنا لو شفنا فيها فرنسا، فيها المانيا، فيها بريطانيا، يعني فيها دولتين تمتلك سلاح نووي. فكل ده يعني بتميل الكفة بشكل كبير جدا، مش بشكل كبير يعني في الفترة الحالية إلى طبعا الولايات المتحدة الأمريكية، لكن تسعى طبعا زي ما بقول لحضرتك أن روسيا بتسعى دائما أنها تقف تصدر للولايات المتحدة الأمريكية أننا الوريث الشرعي للاتحاد السوفيتي. نعم، أشكرك شكرا جزيلا لك على كل ما تفضلت به أستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. والآن نختتم هذه الفقرة طبعا بأبرز ما نشر في المواقع والصحف بشأن العلاقات الروسية الأمريكية وآخر تطوراتها أيضا.